شايف يعني كيف يمكن تحقيق ذلك خاصة في ظل الفساد الموجود في توريد القمح؟ ايه هي الطرق يعني؟ لا هو توريد القمح ده شيء والزراعة شيء تاني. توريد القمح للتخزين بتاعه ده طريق عن طريق الصوامع، عن طريق وزارة التموين، عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي. دي منظومة تانية، لجنة التخصص الحقائق النهاردة موجودة اللي هي بتاعت القمح، تجولت في صوامع كثيرة وظبطت حالات كثيرة لفساد القمح. بإذن الله الموضوع ده أكيد الدولة وهتتدارك الأخطاء دي بالنسبة لوزارة التموين أو الصوامع اللي تابعة للمطاحن، لأن النهاردة دي منظومة مهمة، قوت الناس اللي هو العيش والقمح ده منظومة مهمة. والنهاردة ما يجيش ناس مثلا، المفروض تسألني سؤال أوجه من كده بقى، تقول لي طب هم بيعملوا ليه كده؟ ازاي يحطوا مثلا في الدفاتر بتاعتهم كميات مثلا 100,000 وهو المتاع عندهم مثلا 50,000؟ طب ليه كده؟ ده السؤال المفروض اللي تايه من جميع الاعلاميين وجميع الصحفيين، السؤال المهم اللي هو لب الموضوع كله في الحته دي. المفروض ده الاعلام يساله ليه بتاع الصومعه في الدفتر عنده كميه والموجود داخل الصومعه كميه اقل؟ المفروض ده هو ده المهم اللي بيعمل ليه كده، لان هو بيدور عشان يجي يلم المحصول اللي بايت من السنه اللي فاتت، اللي هو اللي متخزن، اللي هو المسوس، او القمح المسرطن، او القمح المستورد الرديء، خد بالك، يضيفه على ده ويبيعه ويورده للمطاحن بالسعر اللي هو ايه المرتفع، ياخده بسعر قليل ويبيعه بايه. عشان كده حصل دروب ايه كذا صومعه يلقوا اللي موجود في الدفتر قيمه عدد معين اقل، اللي موجود في الصومعة أقل من الموجود في الدفتر. فده اللي هو يعتبر بيعمل كده صاحب الصومعة للتربح بقى. لا، المفروض يبقى في ضابط على كل عربية داخلة، في ضابط على المقاس كل يوم، واخد بال حضرتك، عشان ما يطلعش ويجيب حاجة أردى، يطلع النظيف ويجيب حاجة، لأن هو بياخد من المزارعين، واخد بالك، بياخد القمح الجيد. النهاردة لا، يبقى لازم نعمل له ضوابط بقى في دخول القمح وطلوعه، يبقى ما عنديش فرق طن. يعني اما بفرق طن ده يبقى فرق طن للهادر مثلا اللي بيقع في الارض، الحياة البسيطة ايه اللي هي دي. لكن غير كده لازم المنظومة تتظبط، لان النهاردة اللي محصول القمح السنة دي كان حاجة تشرف، حاجة الحمد لله دي نعمة كبيرة من ربنا. يعني استوردي رز، استوردي زيت، الزيت ده بيطلع منين؟ من الذرة. يعني انا لو عملت اكتفاء ذاتي من الذرة وعملت صناعات مكمله للزراعات دي في المساحات الكبيره، يبقى انا كمان هوفر عمله صعبه بالنسبه للاستيراد ايه؟ الزيت، وصار بكميات كبيره وباسعار خياليه يعني. النهارده المشروع اللي بنقوم استخدامه من عم سياده الرئيس، باذن الله ده مبدئيا موضوع القمح باذن الله هيبقى في اكتفاء ذاتي خلال 3 سنين. السنة دي الحمد لله احنا كنا في افتتاح حصاد القمح مع سيادة الرئيس في الوادي الجديد، حاجة تفرح، حاجة جميلة. القمح السنة دي كان الحمد لله يعني وفرة أكتر، كمان كل ما يوم كل شهر والتاني والتالت بتضاف مساحة من المساحات المزرعة تبع المليون ونص فدان، هتعمل إيه؟ هتعمل إضافة. اتفضل.